الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران، يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرر حقيقة قد خلق الكون عليها: زين للناس حب الشهوات حتى صارت هذه الحقيقة عنوانا على حياة الناس، وأن الناس قد زين لها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، وهذه حقيقة أخرى. ومتاع الحياة الدنيا ليس محرما في ذاته، وإنما نظم الله طريقة التعامل معه فأباح الزواج بين الرجل والمرأة، وجعله من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واحترم الأسرة دون أن يقدسها. فهناك بعض الأديان قد قدست الأسر بحيث إنه لا طلاق على الإطلاق ولا تعدد بين الزوجات، ولكن في الإسلام هناك طلاق وهناك تعدد، ولذلك فالأسرة ليست مقدسة لكنها محترمة، فهناك افتراق بين القداسة والاحترام. نظم العلاقة بيننا وبين البنين، فأمر الوالدين بالإحسان وبالتسمية الحسنة بحسن التربية للأبناء، حتى إنه أمر بالعدل بينهم حتى في الحنان والتبسم والعطاء، وأمر الأبناء باحترام الوالدين وببرهما، وجعل بر الوالدين هو التطبيق الحقيقي للتوحيد، فجعله وقرنه دائما بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أكبر الكبائر والمبيقات فيقول: الشرك بالله وعقوق الوالدين. دائما يقرن ربنا ورسوله بين التوحيد وهو عقيدة في القلب، وبين بر الوالدين وهو سلوك في العمل. فنظم العلاقة بيننا وبين البنين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه علاقة هي. وصاحبهما في الدنيا معروف، هذه بقية العلاقة. يبقى إذن واضحة الحكاية في مدى الحب بين الآباء والأبناء. وجعل من أبنائنا فتنة ومن أزواجنا فتنة، وجعل هناك حب للأزواج وللأبناء وكذا إلى آخره، لكنه أخره عن حب الله. في كلام طويل إذا ما جلسنا فيه وحللناه وجدناه أن الله لم يحرم هذه المتعة وإنما هذبها. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فلم يحرم ربنا الغنى لكنه وضع نظاما للتعامل معه، فحرم الربا والغش والتدليس وأكل مال الناس بالباطل والرشوة، وأمر بالزكاة وبالصدقة وبالإنفاق في سبيل الله، وجاء بنظام النفقات التي ينفق فيها الرجل على أهله وأسرته وجعلها واجبة في عنقه، وأتى بنظام المهور يدفعها الرجل للمرأة، تقوم المرأة بتربية هذه الأسرة وبالرعاية والعناية فيها، ويقوم الرجل بالإنفاق على ذلك كله. وجعل هناك ميراثا في نظام دقيق تحدثت عنه سورة النساء،
حتى تتم تفتيت الثروة، وتفتيت الثروة أولى من تكدسها. ولهذا منهاج، ولهذا منهاج، ولحرمة الربا طريق، ولحل الربا طريق. ويمكن أن يتمتع الإنسان بتكدس الأموال ويتمتع بالربا، لكنه يمكن أيضا أن يعمر الأرض بحرمة الربا، وأن يعمر الأرض بتفتيت الثروة. فاختار الله لنا حرمة الربا وتفتيت الثروة، وهذا لا يعني فشل الأنظمة التي قامت على الربا وتكدس الثروة، ولكن يعني أن المسألة برمتها والنظام بكله لا يصلح إلا هذا، لا يصلحه إلا هذا، ولا يجوز فيه إلا هذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا يهتم حل الربا وتكدس الثروة بالبنيان، وهذا يهتم بالإنسان، هذا يهتم بالظاهر وهذا يهتم بالباطن، هذا يهتم بالحال وهذا يهتم بالحال والمآل، هذا يهتم بالشخص وهذا الآخر اللي احنا فيه حرمة الربا ومنع التكدس يهتم بالقضايا والأفكار. فيتخلص الإنسان من نفسه ويعلم أن هناك يوما آخر سنعود فيه إلى الله لنقف بين يديه سبحانه وتعالى. فهما نظامان. بعض الناس يقول ده نظام هيدمر لا أبدا، ده نظام موجود أيضا أنه يحل الربا وأنه هو يكدس الثروة وهيعمل حاجة، لكن الحاجة دي في النهاية متلخبطة. الترتيب بتاع الأولياد فيها أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أنهم يبنون المصانع ويتقوعون بالقوة، وإذ بهذه القوة تدمر البشرية وتستعمل في غير مراد الله من كونه، ولذلك فهم يسبحون ضد طيار الكون. وهؤلاء الذين حرموا الربا وفتتوا الثورة بالميراث يمشون مع طيار الكون ويذكرون الله ويسجدون له كما يذكر الكون ربه ويسجد له. والخيل المسومة، هناك أيضا غنى من نوع آخر وهو الاتصال بالحيوان، والاتصال بالحيوان غير الاتصال بالغنى، ده هو بتاع الذهب والفضة. حتى الثقافة تلاقي اللي عنده خيل ده أكثر ارتباطا بالطبيعة التي خلقها الله من أولئك المترفين الذين عندهم أموال لكن ما عندهمش أصول. واضح جدا الغنى ده من الغنى ده. والأنعام والحرث، ده موال تاني بقى اللي هو الحرث اللي هو الزراعة. كل نوع من أنواع الغنى تكلم الله عنه ويحتاج إلى دراسات مستفيضة. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.